هذه المساحات تقوم بجمع الأطفال الذي عندهم أشياء خارج إطار المجتمع. فكرة أطفال لا يستطيعون التعليم. فنحاول نحن نقنع أهاليهم بالجلوس معهم، نعمل للأطفال هذا دعم نفسي أنهم يعيدوا مرة أخرى إلى المسار الصحيح في مجتمعنا. إحنا هنا دورنا نحاول نعمل قدر الإمكان نزيل الصعوبات لهؤلاء الأطفال. أحيانا في بعض الأطفال مش عارفين فين الطريق الصح الذي يوصلون إليه. نحن كأخصائيين وكمستشارين موجودين نعمل على تجنب الصعوبة لهم ونوجههم إلى الأماكن الصحيحة الذي يقدروا أنهم يستوعبوا المجال حقهم. لما أجي هنا أشارك أرسم ألعاب أرتب كعبات ألعاب وأنشد وأسابق في المساحة الصديقة. ويعني أتألم وأنا مشجع وعصب أمانة.